السلام عليكم شباب. محاضرة اليوم إن شاء الله أول محاضرة إن مادة مكائن التيار المستمر مكائن الدي سي دي سي ماشين. طبعا هاي مادة عندكم أساسية بالمرحلة الثانية. وقبل ما نبلش بالدي سي ماشين اللي هو جنريتر أو موتور، لازم نتعرف على المجال المغناطيسي، لأنه التيار الكهربائي إذا يريد يتولد فهو اعتماده الرئيسي يكون على المجال المغناطيسي. فأنت لازم تفهم المجال المغناطيسي يلا تقدر تدخل بالمكان. هناخذ اليوم مقدمة على المجال المغناطيسي. البيرمننت ماجنتيك، المغناطيس الدائمي. المغناطيس الدائمي مثل ما تعرفون طبعا المغناطيس هو موجود بالطبيعة، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو مخليه موجود بالطبيعة. وبالتالي عندنا المغناطيس الدائمي قطعة من الفيروماغنتيك ماتريال اللي هي مثل الحديد والنيكل وغيرها. هذا طبعا من تسمعون فيروماغنتيك ماتريال يعني مغناطيس دائمي. له خصائص انه يجذب قطع معدنية اخرى. المغناطيس يقدر يجذب قطع من مختلف المعادن، حديد وغيره. فلو نجيب مغناطيس ونعلقه بشكل حر، لاحظ انه يتشكل بقطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. وتعريف المجال المغناطيسي شنو هو؟ المساحة حول المغناطيس. عندنا مغناطيس معين، المساحة حوله تسمى المجال المغناطيسي. طبعا انت كل ما تقترب من المغناطيس تلاحظ شدة المجال المغناطيسي عالية، كل ما تبتعد عنه تلاحظ انه شدة المغناطيس تبدي تقل الى ان تتلاشى في موضع معين. فقلنا تعريف magnetic field هو الاريا around the magnetic، يعني المساحة حول المغناطيس. بالإضافة أنه المجال المغناطيسي cannot be seen, felt, smelt or heard، يعني لا يمكن أنه تشوفه، تشعر به، أو حتى تشتمه. فيقول أنه صعوبة أنه نقدر نمثله. ميشيل فاراداي اقترح أنه المجال المغناطيسي يمكن نمثله أنه نتخيل المجال يتكون من خطوط من الفيض المغناطيسي، عبارة عن خطوط من الفيض المغناطيسي يمكن أنه تتوزع. هاي الخطوط طبعا لها كثافة معينة. فتوزيع الفيض والمجال المغناطيسي يمكن نقول أنه باستخدام برادة الحديد. يعني لو نجي مثلا فد ورق مطوى وننثر عليه برادة الحديد ونقربه من المغناطيس، نلاحظ انه هاي البرادة الحديد حتتشكل على شكل حلقات مغلقة. فلو نلاحظ بالشكل التالي انه هذا المغناطيس طبعا به قطب شمالي قطب جنوبي، انبعاث الفيض المغناطيسي من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. نلاحظ هذه هي خطوط الفيض المغناطيسي. كل ما الخطوط كثيفة معناته هنا المغناطيس يكون قوي، كل ما تبتعد يكون المغناطيس اقل شدة. نشوف انه اذا جبنا مغناطيس وقربنا من المغناطيس الثاني القطب الشمالي قريب الى القطب الجنوبي، نلاحظ انه يحدث بيناتهم تجاذب، انبعاث خطوط الفيض المغناطيسي من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، بالتالي يصير تجاذب بيناتهم. بينما اذا شمالي مع شمالي فنلاحظ انه حيحدث بيناتهم تنافر، اكو تنافر بيناتهم، فقط ينبعث المجال المغناطيسي من او خطوط الفيض المغناطيسية من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. نجي الى مصطلح مهم اللي هو الفيض المغناطيسي. الفيض المغناطيسي شنو تعريفه؟ الفيض المغناطيسي هو كمية المجال المغناطيسي، كمية المجال المغناطيسي اللي تنتج بواسطة مصدر مغناطيسي، يرمز له فاي. طبعا اللي اخترعه او اكتشفه عفو ويبر.
وكل واحد ويبر يساوي مليون 100 مليون خط قوة. كل واحد ويبر يساوي 100 مليون خط قوة. نجي إلى كثافة الفيض المغناطيسي، هي الخطوط الفيض أو خطوط المجال المغناطيسي المنتقلة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خلال وحدة مساحة. فنلاحظ أنه magnetic flux density، كثافة الفيض المغناطيسي، تساوي أن الفيض المغناطيسي على المساحة، وطبعا وحدة تسلا أو ويبر على متر تربيع، نقدر نقول عليه ويبر على متر تربيع. هسه كنا نحكي على انه المغناطيس الدائمي، لكن انه نقدر احنا انه نحصل على فيض او مجال مغناطيسي نتيجة التيار الكهربائي. يعني لو نجيب ورق مطوع وننثر عليه ورادة الحديد ونخلي مر به سلك ونوصله بتيار او مصدر كهربائي، نلاحظ انه برادة الحديد حتتشكل على شكل حلقات مثل ما تلاحظون. فإذا كان اتجاه التيار مثل ما تشوفون هذا اتجاه التيار داخل، معناته نلاحظ انه الخطوط او البراد حتشكل على شكل حلقات مغلقة، اتجاهها يكون مع عقرب الساعة، اتجاهها مع عقرب الساعة. و ناخذ انه نلاحظ انه لو ناخذ مقطع عرضي ونلاحظ انه الحلقات المغناطيسية كالتالي، اذا كان اتجاه التيار الكهربائي داخل فاتجاه المجال المغناطيسي مع عقرب الساعة، واذا كان خارج مثل ما تلاحظون عكس عقارب، اتجاه يكون عكس عقارب الساعة. فنمثله نقدر بدوتو كروس. الدوت يعني انه اتجاه التيار جاي عليك باتجاهك، يعني خارج، فمعناته عكس عقرب الساعة. الكروس معناته اتجاه التيار يكون داخل، مع المجال المغناطيسي خطوط الفيض المغناطيسي يكون مع عقرب الساعة. هاي كل الحكي اللي حكيناه نقدر ايضا نحصل على المغناطيس عن طريق سلك، مثلا سلك في الطول 50 متر، هو طبعا من تمرر انت بتيار كهربائي حيولد مجال مغناطيسي. نقدر نقوي شدة هذا المجال المغناطيسي انه نعقش الواير، يعني نزغره. شلون؟ نسوي على شكل ملفات، تلاحظون على شكل ملفات. فبالتالي يعني بهالحالة اني احصل على مغناطيس اقوى، يعني كل ما مطه هي يكبر مساحته، يطول الواير فيقل شدة المجال المغناطيسي. لكن من اجمعه واسوي على شكل ملف حيقوى عندي المجال المغناطيسي، ونقدر نتحكم باتجاه المجال المغناطيسي على شلون انت تلف حول المغناطيس، يعني اللفة مالتك مثل ما تشوفون. مثلا نبدي من الظهر وللأمام، من الظهر للأمام أو العكس، وأيضا نقدر نتحكم بالأقطاب، نعكس الأقطاب تنعكس عندنا الاتجاه الفيض أو المجال المغناطيسي. طبعا لهنا نتوقف إن شاء الله محاضرة اليوم، محاضرة مقدمة على الفيض المغناطيسي أو المجال المغناطيسي. نقدر إن شاء الله المحاضرة اللي تجي ناخذ بعد نكمل المجال المغناطيسي. تحياتي.